هنا الإضافة. أولا هنا الإضافة يعني أو الإضافة تتكون من مضاف ومضاف إليه، من مضاف وماذا؟ ومضاف إليه. أولا المضاف يعرب حسب موقعه في الجملة، يعني يعرب حسب موقعه في الجملة. أما المضاف إليه دائما يكون ماذا؟ يكون مجرور، يكون ماذا؟ مجرور بالإضافة. فهمتم؟ هنا يا إخوة يعني غالبا يعني في الغالب بنسبة يعني بنسبة كبيرة يعني أنه أن المضاف هذا يكون نكرة، يكون ماذا؟ نكرة. والمضاف إليه يكون ماذا؟ معرفة. هذا ليس بنسبة 100% ولكن 90% تقريبا. فهمتم هذا؟ إذا مثلا إذا أنا قلت مثلا قرأت كتاب محمد، نلاحظ أن كلمة كتاب نكرة ومحمد ماذا؟ معرفة. ولكن هنا سنأخذ أولا أو سنعرف أولا ما يحذف لأجل الإضافة، لأجل ماذا؟ المضاف. لأن يا إخوة مثلا هذه كلمة وهذه كلمة، إذا تكون هذه الكلمة مضاف وهذا مضاف إليه هكذا يصير كأنهم كلمة واحدة، كأنهم ماذا؟ كلمة واحدة. إذا المضاف والمضاف إليه كأنهم ماذا؟ كلمة واحدة. إذا هنا ما يحذف لأجل الإضافة أولا التنوين، التنوين يحذف لأجل الإضافة. يعني مثلا أنا قلت قرأت فعل وفاعل، كتابة هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة، وهو مضاف، وهو ماذا؟ وهو مضاف. لذلك نقول كتابة ولا نقول كتابا، الأصل نقول كتابا صحيح بالتنوين، ولكن هنا سنحذف التنوين. فهمتم؟ إذن التنوين يحذف لماذا؟ للإضافة. ومحمد هنا ماذا؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن هنا التنوين يحذف لماذا؟ لأجل إضافة، سواء كان تنوين بالفتحة أو تنوين بالضم أو تنوين بالكسر. إذن يا إخوة المضاف، المضاف لابد أن يحذف منه ماذا؟ التنوين. كذلك أيضا نون المثنى تحذف، يعني التنوين يحذف من المضاف. كذلك نون المثنى أيضا، انظروا قرأت كتابي محمد، الأصل أقول قرأت كتابين محمد، ولكن حذفت النون ماذا؟ نون المثنى حذفت لماذا؟ حذفت للإضافة. لذلك سنقول كتابي، سنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء، لأنه مثنى وحذفت النون لماذا؟ للإضافة، يعني بسبب الإضافة. الأصل نقول كتابين ولكن حذفت النون لماذا؟ بسبب الإضافة. وطبعا هنا محمد سنقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. فهمتم؟ طب هنا أيضا نون جمع المذكر السالم تحذف أيضا من المضاف، مثل مررت بمدرسي المدرسة، الأصل مررت بمدرسين المدرسة بالنون، ولكن حذفت هنا النون لماذا؟ للإضافة. إذن هنا بمدرسي هنا ماذا؟ سنقول اسم مجرور وعلامة جره، والباء هنا حرف جر، اسم مجرور وعلامة جره الياء، لأنه جمع مذكر سالم وحذفت النون هنا، حذفت لماذا؟ للإضافة. والمدرسة مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ الكسر. طب هنا معاني الإضافة، الإضافة ممكن أن تكون بمعنى من، وممكن أن تكون بمعنى في، وممكن أن تكون بمعنى ماذا؟ اللام. ولكن هذا مهم، لأننا إذا فهمنا هذا سنفهم المضاف والمضاف إليه، وكيف نستخرج المضاف، يعني كيف نستخرج المضاف إليه من الكلام، أو نعرف أن هذه الكلمة مضاف إليه. أولا الإضافة ممكن تكون بمعنى من، بمعنى من، إذا كان هذا، إذا كان المضاف هنا جزءا من المضاف إليه، يعني المضاف هذا جزء من المضاف إليه. كيف هذا؟ انظروا
اشتريته، انظر من واحد هنا نكره ونكره، انظروا ليس نكره ومعرفه، اشتريته خاتمه فضه، تعرفون الفضه؟ القماش فضه مثل الذهب والحلي هكذا، خاتم هكذا او خاتم، اشتريته خاتمه فضه. انظروا هنا نلاحظ ان هذا الخاتم جزء من الفضه، او نحن اخذنا جزء من الفضه وفعلنا منها ماذا؟ خاتم. اذن هنا المضاف جزء من المضاف اليه، فهمتم؟ لان الخاتم جزء من الفضه، او اشتريت خاتم ذهب مثلا هكذا. نلاحظ هنا ان هذا مضاف، وفضه ماذا؟ مضاف اليه. اذا نلاحظ ان خاتم هذا جزء من المضاف اليه، جزء منه، فهمتم؟ لذلك انا اشتريت فعل وفاعل. اذا خاتم مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح، انظروا حذف التنوين، لم نقل خاتما، فهمتم؟ ولكن حذف التنوين ووضعنا فتحه واحده فقط. اذا هنا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، وهو مضاف، وهنا وفضه ماذا؟ مضاف اليه، مضاف اليه. لا احد ياكل لي فضه هنا نعت او صفه، لا، فهمتم؟ ليس نعت صفه، ولكن هنا الخاتم انا لم اصف الخاتم بانه فضه، لا، ولكن هنا ان الفضه جزء من الخاتم، فهمتم؟ جزء من الخاتم هكذا. اذا مضاف اليه مجرور علامه جره الكسره. طب هنا تكون الإضافة بمعنى فيه إذا كان المضاف إليه، يعني هذا مضاف إليه، إذا كان المضاف إليه ظرف للمضاف، ظرف ماذا؟ الظرف يعني الظرف الزمان، يعني مثلا نلاحظ انظروا المضاف إليه الليل، هذا ظرف زمان مثلا، فهمتم؟ إذا هنا نلاحظ هنا أن نلاحظ هنا أن كلمة هنا قيامة مفعول به، مفعول به وهو مضاف، والليل مضاف، مضاف إليه، كأنني أقول أحب مثلا القيام في الليل، فهمتم؟ في الليل. نلاحظ هنا الإضافة هنا بمعنى فيه، لماذا؟ لأن المضاف إليه ظرف لهذا المضاف، ظرف لهذا المضاف، يعني مثلا نقول مثلا أحب القيام، قيام الليل، كأنني أقول أحب القيام في الليل. طب هنا الإضافة بمعنى اللام، الإضافة ماذا؟ بمعنى اللام. إذا كان المضاف، إذا كان هذا المضاف ملكا للمضاف إليه، يعني انظروا غلام زيد نشيط، أو مثلا نقول قلم محمد جميل، قلم محمد، لأن القلم ملك لمن؟ لمحمد. كذلك غلام زيد، هذا الغلام ملك لمن؟ لزيد، أو ابن زيد مثلا ملك له. إذا هنا غلام، هنا غلام، هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، وهو ماذا؟ وزيد هنا ماذا؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. انظروا لم نقل غلام، ولكن كنا ماذا؟ غلام فقط، حذف التنوين، فهمتم؟ ونشيط هنا ماذا؟ أنا أخبرت عن الغلام أنه ماذا؟ خبر. نشيط. إذا خبر مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضم. الإضافة هنا بمعنى لا، لأنني كأنني قلت غلام لزيد، فهمتم؟ هكذا. وأن طب هنا، إذا هنا الإضافة ممكن أن تكون بمعنى مين؟ أو بمعنى في، أو بمعنى ماذا؟ اللام. نأخذ مثلا دليل من القرآن، عاليهم ثياب سندس، الثياب مصنوع، صنع من السندس، السندس شيء مثل الحرير وهذه الأشياء. إذا هنا الثياب جزء من ماذا؟ من السندس. إذا الإضافة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى مين؟ كأنني أقول مثلا اشتريت خاتم من الفضة، أو عليهم ثياب من السندس. الإضافة بمعنى من؟ يعني المعنى بمعنى ماذا؟ من، فهمتم؟ لذلك هنا ستكون هنا عليهم ثياب
هنا فاعل وهو مضاف، وسندس مضاف إليه، مضاف إليه مجرور. طب لماذا عرفت أن هذا مضاف إليه؟ لماذا؟ لأن ممكن أقول سندس هنا نعت مثلا، نكرة هناك لا. لماذا؟ لأن المضاف هذا جزء من المضاف إليه هذا. طب هنا في القرآن بل مكر الليل والنهار، كأنني أقول بل مكر في الليل والنهار. إذا هنا الليل هنا ماذا؟ مضاف إليه، كأننا مثلا إذا إضافة بمعنى، بمعنى ماذا؟ بمعنى فيه. كذلك هنا بمعنى اللام، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذا هذا الأجر من الذي يمتلكه؟ المؤمنين، كأنني أقول أجر للمؤمنين. إذا إضافة هنا بمعنى اللام. إذا هنا إن الله لا يضيع أجر المؤمنين، هنا أجر مفعول به، مفعول به، لم نقل يا إخوة أجرا، لماذا حذف ماذا؟ التنوين الإضافة، مفعول به ومنصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والمؤمنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. فهمتم هذا؟ إذا الإضافة لا تخرج عن هذا يا إخوة، يعني إما أن تجد أن تستطيع أن اشتريت خاتمة، إما أن تكون إضافة بمعنى مين؟ إذا كان هذا المضاف جزء من المضاف إليه، لأن الخاتم جزء من الفضة، والثياب جزء من السندس، يعني مثلا هذا الثوب جزء من القطن، من ماذا؟ من القطن، هكذا. تكون بمعنى فيه إذا كان مضاف إليه ظرفا مثل الليل مثلا، فهمتم؟ هكذا. كذلك بمعنى اللام إذا كان مضاف ملك للمضاف إليه، كأننا نقول مثلا كتاب محمد، إذا هنا إضافة بمعنى اللام، لأن أصل الكتاب لمن؟ لمحمد، فهمتم؟ إذا إضافة هنا بمعنى اللام. هنا ما يلزم، ما يلزم الإضافة، ما يلزم الإضافة. أولا ما يلزم الإضافة إلى الاسم الظاهر، يعني كلمات، كلمات إذا أتت لابد أن يأتي بعدها مضاف إليه، وهذا المضاف يكون اسما ظاهرا فقط. يعني مثلا كلمة أولو أو أولاد أو ذو أو معاذ أو ذو، هذه الكلمات يأتي بعدها اسم ظاهر، وهذا اسم ظاهر دائما يعرب مضاف إليه. يعني إذا هذه الكلمات إذا تجد كلمة من هذه الكلمات إذا ما بعدها مضاف إليه، ولكن هذه الكلمات لا تضاف إلى ضمير، هي فقط تضاف إلى اسم ظاهر ليس ضميرا. فهمتم؟ مثلا رأيت ذا فضل، رأيت فعل وفاعل، وذا مفعول به منصوب علامة نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة. نعم الأسماء الخمسة، وهو مضاف، وهو ماذا؟ انظروا أضيف إلى اسم ظاهر ذو فضل، إذن هذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. فهمتم ماذا أقصد؟ أنكم تحفظون هذه الكلمات أولو أولاد ذو معاد، هذه الكلمات لا يأتي بعدها إلا مضاف، لا يأتي بعدها إلا مضاف إليه، ولكن اسم ظاهر، يعني يأتي بعدها دائما اسم ماذا؟ وهذا الاسم الظاهر يعرب مضافا إليه. فهمتم؟ إذا أولو، لذلك انظر إن في ذلك وليتذكر أولو، من الذي يتذكر؟ أولو. إذا أولو هنا فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طب وهنا الألباب، هنا ماذا؟ الألباب بمضاف إليه. كذلك أيضا في القرآن وإن كنا أولات حمل، فهمتم؟ حمل مضاف إليه. طب هنا يا إخوة هذه الكلمات كلا وكلتا وسوى وغير وبين ومع وسبحان وسائر وبعض وغير وأي ومثل، كل هذه الكلمات لابد دائما يأتي بعدها مضاف إليه، وممكن يكون هذا المضاف اسم أو ضمير. يعني إذا جاءت هذه الكلمة إما أن يكون بعدها مضاف إليه، هذا المضاف ليست مشكلة، اسم أو ضمير، هنا اسم ظاهر فقط، يعني هذه الكلمات لابد أن يأتي بعدها مضاف إليه، اسم ظاهر فقط ليس ضميرا. أما هذه الكلمات دائما يأتي بعدها مضاف إليه، وممكن هذا المضاف أن يكون اسما أو ضميرا. مثلا ولدينا مزيد، انظروا ولدينا، انظروا لدى موجودة هنا، لدى، أنتم هذا
ولد، كل هذه الكلمات. إذن هنا سنقول هنا أن هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بماذا؟ بالإضافة. كلمة سبحان الله، انظروا دائما يعني بعد هذه الكلمات، ما بعد هذه الكلمات دائما مضاف إليه، فهمتوا؟ هكذا كذا. انظروا، جاء كلا الرجلين، جاء ماذا؟ كلا الرجلين. إذن هنا الرجلين انظروا ماذا؟ مضاف إليه، فهمتم هذا؟ هكذا. إذن دائما هذه الكلمات، هذه الكلمات يأتي بعدها مضاف إليه، ممكن يكون المضاف إليه اسما أو ضمير، فهمتم؟ طب هنا ما يلزم إضافة إلى ضمير، يعني دائما يأتي بعده مضاف إليه، ولكن مضاف إليه ضمير فقط. هنا قلنا اسم ظاهر فقط، هنا اسم ظاهر وماذا؟ وضمير. هنا ضمير فقط. أولا كلمة واحد، إضافة كلمة واحد تضاف إلى الضمير دائما. نعم قالوا أجئتنا نعم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. كلمة واحد دائما يأتي بعدها ضمير، وهذا الضمير مضاف إليه. وللمعلومة يا إخوة، كلمة واحد دائما تعرب ماذا؟ تعرب حال. تعرب ماذا؟ حال. وهذا الضمير سنقول ضمير وحده متصل مبني على ماذا؟ على الضم في محل جر بالإضافة. طب هنا كذلك المصدر الكلمات دي، لبيك وسعديك وحنانيك. نعم هنا لبيك دائما، هذه الكلمة لبيك هذه دائما تضاف إلى ماذا؟ تضاف إلى ضمير. وسعديك كذلك، وحنانيك هكذا. وكلمة لبيك وسعديك يا إخوة تعرب مفعول دائما، مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب علامة نصب الياء لأنها مسمى، لفعل محذوف والتقدير ألبيك تلبية، فهمتوا هذا؟ هكذا. وهذا الضمير يعرب ضمير متصل متصل لبيك مبني على الفتح في محل جر ماذا؟ بالإضافة. فهمتم؟ نعم.